للحديث أكثر إذا مشاهدينا الكرام عن ازدياد الغضب الشعبي واستمرار المطالبات بتحقيق أهداف ثورة تشرين بإسقاط العملية السياسية وشركائها الذين قتلوا المتظاهرين، معنا عبر الهاتف من محافظة وسط الناشطة في التظاهرات علي العزاوي. مرحبا بك. إذا متظاهرو البصرة في تظاهراتهم السلمية يطالبون بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإغلاق مقر الأحزاب، إلى أي مدى ترى أن مطالبة محاسبة قتلة الثوار أصبح أحد المطالب الرئيسية لكل ساحات التظاهر في أنحاء العراق كافة؟ هل تعتقد أن الكاظمي ولجنته التي أنشأها قادرة على توجيه الاتهام إلى قتلة الثوار الحقيقيين في ظل اتهامات لرموز العملية السياسية، رموز سياسية من شركاء هذه العملية السياسية؟ أخي الكريم، الكاظمي ليس غريب عن المشهد، وهو كان يرأس أعظم جهاز أمني وأكبر جهاز أمني في الدولة وجهاز المخابرات، وأكيد هو مطلع على العمليات أجمع، عمليات القتل، عمليات المغيبين. يعني يكتشف جهاز المخابرات، يكتشف مقتل البغدادي في سوريا، ما يقدر يعني يطلع القناصين ولا يطلع القتل، هم موجودين على بعد أمتار من يمن الخضراء. فأكيد في هذه اللحظة حكومة الكاظمي ليس لديها بوادر أو ليس جدية في العمل على كشف هذه القتلة. تعرف هناك ميليشيات أيضا مشتركة عملية قتل المتظاهرين، وهذا شيء واضح بأحداث السنك، بأحداث ساحة الصدرين، فإن كثير من يعني أمور واضحة، بس هناك تجاهل مقصود من قبل حكومة الكاظمي لتقديم أو فتح هذا الملف، خاصة أنه بعد حكومته ما كاملة، فبالتالي تغلق على المساومات السياسية. الآن ثوار تشرين حددوا الأول من شهر حزيران، يعني الاثنين المقبل، حددوا موعدا ل يعني زيادة كثافة وقوة التظاهرات كما بدأت من جديد. هل تتوقعون استجابة جماهيرية شعبية لهذه التظاهرات على الرغم مما يمر به العراق من وضع صحي؟ كانت فترة من الفترات قوية، لكن جائحة كورونا أثرت على هذا الوضع، والآن جار الإعداد في كل الساحات تبقى ان لازم تعود التظاهرات الى سابق عهدها، لان ثوره تشرين لغايه هذه اللحظه لم تحقق اهدافها اجمع، لا زلنا نطالب بمجموعه من الطلبات، امثال المطلب الاول هو كشف قتل المتظاهرين، قانون انتخابات، موعد انتخابات مبكره، فبالتالي نحن راجعين للساحات بقوه ان شاء الله. هناك تهديدات نشرت عبر مقاطع مصوره في وسائل التواصل الاجتماعي من مؤيدي بعض المراجع أو بعض التيارات، تهديدات بالقتل والذبح للناشطين والمتظاهرين، كيف تنظرون إلى هذه الرسائل أو المقاطع المصورة؟ أخي الكريم، ثوار تشرين اعتاد على هذه التهديدات بين فترة وأخرى، سواء كانت تطلق من قبل أحزاب الصفقة الفاسدة أو الميليشيات،
الجانب الاخر احنا نعرف ان كثير من مراجع النجف هي داعمه لساحات التظاهر، ومرجعيه النجف المتمثله بالسيد السيستاني فتصف المتظاهرين بالاحبه، فمن غير المعقول يطلع صوت هنا او صوت هناك يهدد او راح يميل من عزيمه الثوار، بالتالي الثوار كلهم عزيمه واصرار على مواصله هذا الحراك والتقديم كل من تلوث بدماء المتظاهرين للعداله واكمال مسيره الثوره تحقيق مطالبها الذي خرجت منذ 1 اكتوبر. شكرا جزيلا لك سيد علي العزاوي، ناشط في التظاهرات من محافظه واسط.